عليك بالعافية ولا تنساهم. أكيد مع هذا الصيف الحارق والحر تبغى تبرد على قلبك بالعافية، لكن لا تنسى العمال اللي يعملون في هذه الأجواء الحارة واللي يعانون من العطش ويتمنون شربة موية. تقول وش دورك؟ قدم شيء بسيط، لو كاسة موية تفرح فيها قلبك بعمل الخير وتبرد على قلوبهم. سقيا وبسمة تحيا بربا.